قاتله. الصيادين والفيلة وجها لوجه، في القلب، في الرأس، إصابة قاتلة. الصياد بيستهدف رأس الفيل، إصابة مميتة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وهنوعدكم باذن الله تعالى الجاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. بيستهدف قلب الفيل، اصابه مميته. كده خلاص الفيل ملوش اي فرصه للهرب. خلف الاذن مباشره ضربه مميته. سقط جبل الإنسان. طبعا الصيد هنا من اجل العاج، عاجل فيلة غالي وباهظ السماء. خلاص الفيل بيترنح، سقط صيد الفيلة. إصابة مميتة. طبعا الفيل الأفريقي وزنه تقريبا 3.5 طن. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.